بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على سيد البشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم العالمي للمعلم أتوجه بخالص الشكر والثناء لكل معلم قام بجهد خلاق ونشاط مبدع وعمل دؤوب مخلص من أجل النهوض بالعملية التعليمية ومن أجل الارتقاء بأبنائنا. ولا غرو في ذلك، فالمعلم هو محور العملية التعليمية، ورسالة المعلم رسالة سامية. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فمشاعري كمعلم في هذا اليوم هي مشاعر فياضة، وهو وسام فخر وعز بأن أنتمي لهذه المهنة العظيمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.